في هذا الميدان. نذكركم أيضا ب المختبر، من فاز بالشوط السادس كان توقيت الزمني 2:09، دقيقتين وتسع ثواني هو التوقيت الزمني للمختبر، وها هي الانطلاقة، انطلاقة هذا الشوط وجوائز هذا الشوط، أيضا جوائز أيضا نقدية للفائز بالمركز الأول، جوائز مبلغ نقدي للفائز بالمركز الأول أيضا في هذه الأشواط. أيضا نتابع ونسير هنا مع المقدمة معتادة هنا من تنطلق بالإبكار، أيضا الفطامين لمحمد بن حمد بن مصلح لحبابي على الصدارة، ولكن أرى هنا أرى مداهمة العلي بن سعيد بن محمد النعيمي على الصدارة وعلى المركز الأول، شواهي لسعيد بن دريبي بن علي لقتبي على المركز الثاني، المركز الثالث ندى لسعيد بن سالم بن سعيد المقبالي، والقادمة مياسة لسعيد بن محمد بن سعيد المري. مرحبا بالشاعر، ما شاء الله الشعراء يتواجدون اليوم هنا بهذه الانطلاقات وبهذه المناسبة الجميلة هنا. اتابع مشاهدينا الكرام، شواهين لسعيد بن دريبي بن علي الكتبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، مياسة لسعيد بن محمد بن سعيد المري على المركز الثاني، والقادمة هنا الزود لمحمد بن سلطان بن جراح لقتبي، ولكن الصدارة مع شواهين المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة، سعيد بن دريبي بن علي لقتبي تنطلق بالفوز تنطلق بالناموس هنا بهذا الأداء المميز. سلام 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 لأم القوين، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز، تهانينا على فوز شواهين لسعيد بن دريبي بن علي الكتبي المركز الثاني، وصلت الزود لمحمد بن سلطان بن جراح المركز الثالث، مياسة لسعيد بن محمد بن سعيد المري من وصلت على المركز الثالث. هذه هي النتيجة، تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل.